السلام عليكم، أهلا بكم إلى موجز التاسعة. بداية وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حطت أمس بمطار العريش بجمهورية مصر العربية طائرات الجيش الوطني الشعبي محملة بمساعدات إنسانية استعجالية. الجسر الجوي الجزائري التضامن يؤكد التزام الجزائر قيادة وشعبا بالتضامن غير المشروط وغير المحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لعدوان متواصل لا سيما في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال في ظل حصار شامل وجائر. العائد من مطار العريش المصرية هشام سعدودي يفصل في هذا الموضوع. حطت بنا طائرة أولى رحلات الجسر الجوي على مطار العريش بجمهورية مصر العربية. استقبلنا ممثلو الهلال الأحمر المصري لاستلام الشحنة المقدرة بثلاثين طناً من مختلف المواد الطبية والغذائية والأفرشة والمستلزمات من ممثلي الهلال الأحمر الجزائري. وبعد لحظات فقط وصلت الطائرة الثانية التابعة للقوات الجوية الجزائرية دائما محملة هي الأخرى بنفس الكمية وصنف المساعدات التي تفرغ في مخازن المطار لتوجه بعدها إلى معبر رفح عبر شاحنات نقل فقطاع غزة ومستحقيها من أهلنا هناك. الحمد لله الطائرة الأولى حبطت والثانية حبطت ورانا على قدم وساق باش يحبطوا المساعدات لإخواننا في غزة ورانا واقفين معهم إن شاء الله، وهذا الفضل قاع يعود لرئيس الجمهورية والجزائريين ثاني. نحن متواجدين هنا في مطار العريش لاستقبال المعونات الخاصة ببعض الدول. حاليا استقبلنا الطيارتين الخاصين بالجزائر، موجودين عشان نرسل الحاجات دي كلها من المعبر الخاص برفح. ازاي بتيجي العمليه زي ما حضراتكم شايفين، بينزل الطيران بنستقبله ينخزنه عندنا لو ما فيش وقت ان احنا نعدي، يا اما بنحطه على السيارات وتعدي على طول على المعبر التاني. الشحنتان هما بدايه الجسر الجوي بين الجزائر وفلسطين كمساعدات انسانيه امر بها رئيس الجمهوريه، وهو ما يعكس الوقوف الدائم للجزائر قيادة وشعبا مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والمفصلية، الدعم اللا مشروط واللا محدود دائما من الجزائر. في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي اليوم السابع عشر من العدوان على قطاع غزة، يواصل الطيران الحربي الصهيوني قصفه لعدة مواقع في القطاع مستهدفا الأحياء السكنية والمستشفيات، مما أدى إلى استشهاد نحو 400 فلسطيني خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ بداية العدوان في السابع من الشهر الجاري إلى 5000 شهيد وإصابة أكثر من 16,000 جريح، وقائمة الضحايا مفتوحة في ظل استمرار العدوان الوحشي على غزة. وسط ظروف صعبة تواصل طواقم الدفاع المدني البحث وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، هذا فيما اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية 85 فلسطينيا من الضفة الغربية حسب مصادر إعلامية. وبالمقابل المقاومة الفلسطينية ترد وتوقع قوة مدرعة للاحتلال وتدمر دبابة وجرافتين في كمين محكم بعد عبورها السياج الحدودي لأمطار. والوضع الإنساني في غزة أصبح كارثيا بسبب الحصار الصهيوني المستمر والجائر على الفلسطينيين العزل، فيما لا يزال غضب الشعوب والضمائر الحية مستمرا، حيث شهدت عدة دول من العالم مظاهرات حاشدة للمطالبة بإيقاف المحرقة الصهيونية ضد شعب أعزل ذنبه الوحيد تمسكه بأرضه. ففي العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تظاهر الآلاف تنديدا
مؤكدا بالعدوان المتواصل على المدنيين، ودعوا المجتمع الدولي إلى إيقاف جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الكيان الصهيوني. مدينة سيدني الأسترالية شهدت أيضا تظاهر عشرات الآلاف تضامنا مع غزة، فيما شهدت عواصم أخرى من أمريكا اللاتينية كالبرازيل وتشيلي وكولومبيا والأرجنتين مظاهرات حاشدة تنديدا باستمرار العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة. يشرف اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب على فعاليات يوم الطاقة الخامس الجزائري الألماني بحضور كاتب الدولة البرلماني لدى الوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ ستيفان وينزل، وهذا تحت شعار تكنولوجيات المستقبل التي تجمعنا الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. وتهدف هذه النسخة الخامسة التي تدخل في إطار أنشطة الشراكة الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة إلى مناقشة آفاق تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين وكفاءة الطاقة في الجزائر، وكذلك فرص التعاون في هذه المجالات مع ألمانيا. ينظم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم بالجزائر العاصمة لقاء حول دور الهندسة العكسية في تحسين أداء النظام البيئي التكنولوجي. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المجلس لتعزيز تبادل الخبرات والحوار حول مواضيع ذات أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، والتي ستجمع عددا من المتدخلين في هذا المجال. في أحوال الطقس، تشهد اليوم عدة ولايات من الوطن هبوب رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 90 كيلومتر في الساعة، حسب ما أفادت به نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية. وتخص النشرية التي صنفت في مستوى يقظة برتقالي، والتي تمتد صلاحيتها بداية من الساعة 10 صباحا إلى غاية الساعة 11 ليلا، تخص ولايات ابن عباس، بشار، النعامة، البيض، تلمسان، سيدي بالعباس، سعيدة، تيارت والأخوات. ختام الموجز الإخباري، شكرا لكم على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.